الو يا ارض الشاي وبلعني فعلا. انت عرفت منين؟ ونعم البدايه للقصه. والله بتتقال كتير الجمله دي. ها لا ده يا ارض الشاي وبلعني كلي على بعضي بصراحه. كل مش حته مني. لا مش حته. طب انا عندي ليك صراحه يا تامر يعني ثلاث مواقف. يلا انا معاك. موقف منهم اتكرر مرتين. مرتين. اول حاجه انا والحجاب بنتخانق مع بعض. تمام. انا محجبه. مش مشكله. في يوم من ذات الايام كنت في برزنتيشن كده محترمه والناس بقى بصالي بانبهار ومبسوطين وقاعدين يسمعوا بقى بحكي لهم على حاجه مهمه والموضوع بقى فيري استراتيجيك بقى كده ولطيف. في نص ما انا بتكلم مع الناس حاجه لقيتهم بيبصوا لي بصوت بقت قلبي على استعجاب. وانا بقول يعني انا عارفه ان جمالي زايد بس يعني يا جماعه الانبهار البقوق المفتوحه دي مش طبيعيه. واذ بفجاه لقيت واحده بدات تسوي لي على راسي. عارف اللي هي مدام سوسه في الفيلم بتاع فؤاد المهندس اللي هو في ايه؟ ها في ايه؟ ببص لقيت الاشارفه مش على دماغي. ادي كلاكيت اول مره. كلاكيت تاني مره. وقع يا باشا. لا والله دايما بقول لحضرتك كده. اللقطه الثانيه كلاكيت تاني مره في انترفيو. خليني اتكلم عن نفسي اكتر من كده. انترفيو بقى وقعده وبقى اسئله بقى وحضرتك بتعملي ايه؟ طبعا انا من الناس المشهورين جدا وقاعده بقى بتكلم في نص بقى الكلام وبرده لقيت الانترفيو راح ولت فجاه. قلت يا ترى انبهرت لهذه المرحله ولا وبدات بقى اللي هو بجد اللي هو بقى بعمل اسامبشنز بقى في عالم سمسم يعني اللي هو ان الست دي في عالم سمسم وبتفكري بقى في المرتب هيكون شكله ايه بالظبط كده انها اكيد بقى مثلا بتضرب ارقام في دماغها مثلا يعني في حاجات ثانيه بفكر فيها فجاه لقيتها بتشاور بصباعها على دماغها. في حاجه يا مدام. وانا بدات ابص لها اللي هو في حاجه يا مدام. وانا بحاول اكذب نفسي اصل يمكن يكون السين ده بيتكرر للمره الثانيه. صح. بس طبعا بقى اتعلمت المره دي بقى كنت جايبه فاتن درجه ثلاثه عشان الابيض اللي انطق ما يبقاش ما يبقاش في الشارع. موقف رقم ثلاثة بقى. موقف رقم واحد واثنين كانوا على الحجاب. موقف رقم ثلاثة الحقيقة لما الجوازة تكون هتضرب منك بسبب أختك. يعني لا 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 أختي كانت بتتجوز. طيب. حلو. طبعا المستمعين كلهم عارفين يعني ايه عزومة أول مرة بتاعت عريس. ده شيء مهم جدا. السفرة بقى. السفرة بقى مرصوصة. والفراخ والديوك والمحاشي والحاجات اللي والعصير الفريش والعصير بقى الطازة بقى. انا بقى ايه سبت كل السفره وبابايا قال لحم اختي يعني لا يمكن يا عماد بيه ما ياكلش ورك يديك غير حضرتك. وانا بقى مش سامعه السكرين شوت دي خالص. انا بقى طبعا انت عارف احنا في القصر عندنا انا مش سامعه السفره طبعا انا بقى منهمكه بقى في الرقاق بقى سعيده بقى اختي بقى بتتجوز وعازمين الناس فرحه بقى عارمه وعايشه بقى في اللقمه. ولقيت بقى الراجل فجاه قمت انا مشاوره البابا زي فيلم الحفيد كده على ورك الديك اللي طاير. انا مش فاهمه الورك الديك ده رايح فين انا مش سامعه. قمت مشاوره له قايله له بابا انا عايزه اكل ورك الديك. بابا بصيت لي بصه كده قلت لا هو انا عارفه ان شكلي محرومه بس مش عايزه يبقى نفسي في حاجه وينولوها لي يعني. واحده بتتجوز واحده بتاكل ورك ديك مش عيب يا جماعه نفرح كلنا يعني كاسره. لقيت بقى الاعجب ان مش بس بابا اللي بيبرق هي ماما بدات تصغر لي وانا بقى بدات ابص لها انت بتبصي لي ليه ها كده بقى يعني الموضوع غريب بجد ايه بنتكم نفسها مفتوحه عادي يا جماعه. كلت اللقمه دي كلت اللقمه دي تامر وزي الفل وبجد الف انا وشيفا ومطرح ما يجيش يمري. تاني يوم بس تاني يوم بقى فوتوا الموقف ونمنا وكل حاجه. تاني يوم لقيت اهلي بيقولوا لي لا بجد هو يعني الناس بقى بجد تعقل مش يعني ده جنون اللي حصل امبارح. قلت لهم حصل ايه يا جماعه؟ هم الاهل عملوا ايه؟ قالوا لي الاهل هو بالنسبه للراجل اللي بدا يرفع ايده وسعيد وبدا يلهث ومتحمس لورك الديك اللي ما بياكلش غيره وقسمنا الديك على الناس كلها والراجل قاعد منتظر ورك الديك وفجاه انت متقايله ان انا عايزه ورك الديك. الراجل مش ناسي لي اللقطه دي لحد النهارده لما بروح بيتهم بيقوم مطلع ورك اي حاجه عامه يديها لي عشان اكل اعض بيها عشان ايه؟
ابعدوا شرها عني. طبعا انا حكولي القصه دي جم يزورونا ولا رحنا نزورهم بعدها، كنت انا مين دي كانت دي بنتكم ليه كانت فجاه بقت فجاه جولدن، مالها عامله كده ليه، محرجه ومنكمشه في نفسها ليه كده؟ قلت له طبعا يا انكل انا بعتذر لحضرتك. قال لي بتعتذري بس يا شيخه ده نسب يعرف. اختي متجوزه الحمد لله، الحمد لله ربنا سترنا يعني. بس فيلا يا ارض تشقي وبلعيني. طبعا انا بنبه كل واحده بتتجوز على الموقف ده، وبنبه كل واحده رابطه اشاره في قمتي على نفسك اكتر من كده. طبقات بقى طبقات يا عفاف، عشان ايه الموضوع مش متوقع صراحه. طب بس يا سيدي بقول لك ايه، لما بتعرضي الموقف محرج وفي العالم قدام الناس كده وزحمه والتركيز بقى، واللي يجي مثلا وقعتي فتلاقي 20 واحد بيقومك، انت عارفه انت عارفه التفصيله دي. عارفاها يا اسطى. بتتفاعلي ازاي بقى؟ هل انت بتقلبي معاكي بضحك، ولا بتقلبي معاكي بحته عادي خالص ولا يفرق؟ يعني اهم حاجه طبعا على حسب الموقف. يعني موقف مثلا برزنتيشن ده انا بجد شموخ ابو الهول، ابو الهول وقع منه بونبوني من بقه. مفيش ما بنظرش تحت. لا انظر ورائي. قلت لهم على فكره هناخد بريك في ثانيه، في ثانيه كارت البريك طلع. يا جماعه انا نعتذر عن الفاصل الاعلاني. فجاه نزل فاصل اعلاني يا سامر بشتاك عليك، لانه طبعا الشموخ مع الموقف. وبعدها رجعت كالعرجون الجديد عادي جدا، تعاملت عادي جدا. اصل ما قدامكش حلول. الانترفيور هتعمل ايه؟ هتقول لها طب انا استسمحك انا استاذن، انت بقى موضوع الاوفر معاكي بنسى، وانت ابعتي لي على الواتس. ابعتي لي الريجكشن على الواتس اقول لها ايه والنبي. كارثة إنسانية محققة يعني. ربنا بيوقعنا في ناس محترمين صراحة الحمد لله يعني. بقى بدأوا يستروني بقى، وأي حاجة أستر بيها نفسي. أي حاجة أستر بيها نفسي. الموقف كان كده بصراحة، ما تضحكش عليك، لأن برضو الحاجات جزء من الإنسان يعني. أنت بجد بتحس إن مثلا بنطلون وقع ولقيت نفسك بشورت، لو في حاجة يا جماعة، لو أنت مستور بس تحسي بحاجة غلط، عارف الإحساس ده؟ في تفصيلة ناقصة. لا في تفصيله ناقصه بالظبط كده. بس في ارض الشقي وبلعيني، والحقيقه البرنامج لازم يقفل على كده، لان اعتقد ان المستمعين لموا اللي شيء شوامه. انا عارفه ان في مستمعين بداوا يطفوا الراديو قاموا. عمال نورتيني، بشكرك. ربنا يخليك يا بيه، مساء الفل ومرسي ليك جدا. ربنا يخليك. يلا سلام، باي باي.